Esto ya es complicado. ده صعب. Da lo era. No meu escritório. في مكتبي. Na minha casa, em في بيتي في البرتغال. Onde tem todos os troféus que ganhei. عند المكان اللي عندي فيه كل الكؤوس اللي كسبتها. As fotos mais importantes da minha vida. والصور أهم صور في حياتي. Este menino está lá. هو موجود هناك فيهم. Fotografia assim deste tamanho. صورة بالحجم ده. Ele está lá nessa fotografia. هو موجود في الصورة. E vai estar enquanto eu for vivo. وطول ما أنا عايش هيفضل موجود في الصورة دي برضه. الصورة هتفضل موجودة في اللي عندي. Estava em Paris. أنا كنت في باريس. Em trânsito para o Cairo, vinha de Portugal. في ترانزيت للقاهرة كنت جاي على مصر. Quando o tradutor me telefonou a dizer. لما كلمني المترجم وقال لي إنه توفى. É difícil descrever. متهيألي إنه صعب إن أشرح اللي أنا حسيت بيه. Um menino com as capacidades tremendas que tinha. إنه والد بالقدرات الكبيرة اللي كانت عنده. بالقدرات الاحترافية والإنسانية والكروية اللي كانت عنده. Morrer de uma forma estúpida. يتوفى بطريقة زي دي. حاجة ما لهاش معنى، حاجة ما حدش يفهمها. Foi tremendamente dura para todos. وفاته كانت صعبة فعلا وشديدة على كل الناس. Fica a memória dele. فالذاكرة بتاعتها هتفضل. Mas foi duro, foi. بس كانت فعلا حاجة جديدة. هو في الواقع كان إنسان فعلا كويس، ولد كويس، وكان لعيب ممتاز. وهو هيفضل موجود عندي في البيت، وهيفضل معايا لغاية لما أروح أنا كمان.